بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم ونحن نلتقي وإياكم على موقع وزارة الأوقاف، حيث نحتفي وإياكم بهذه الليلة الرمضانية المباركة، حيث إن لله سبحانه وتعالى صفايا من خلقه، فاصطفى من الملائكة رسلا، واصطفى من الإنس رسلا، واصطفى من الأماكن المساجد، واصطفى من الشهور الأشهر الحرم وشهر رمضان، واصطفى من الليالي ليلة القدر، واصطفى من الأيام يوم الجمعة. فهذه صفايا خلق الله سبحانه وتعالى، منها هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى الاحتفاء بهذه الليلة الرمضانية المباركة بتلاوة القرآن الكريم مع سورة إبراهيم والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا.
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة إبراهيم، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. إخوة الإيمان والإسلام، لا شك أن هذا الشهر يحمل في طياته غير النفحات الطيبات، يحمل في طياته ذكريات عظيمات. من هذه الذكريات فتح مكة، ذلك الفتح العظيم الذي سبقه بعض الآيات والشواهد التي شهدت بمصداقية الرسالة، رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقبل فتح مكة كان صلح الحديبية في العام السادس للهجرة، والذي كان مقدمة لفتح مكة، ليس يوم الملحمة وإنما يوم المرحمة. مع يوم المرحمة ويوم فتح مكة مع الدكتور رمضان عفيفي من شباب علماء وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فتح مكة من أعظم الأيام على المسلمين، نصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل الدروس والعبر من هذا الفتح الكريم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالفين. لما نصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وفتح عليه مكة دون قتال، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الأقوام الذين حاربوه وآذوه وقاتلوه وتسببوا في إخراجه من بلده والتي يحبها صلى الله عليه وسلم؟ ما كان موقفه؟ إنما قال: من دخل داره فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، كل هؤلاء آمنون. ولما تمكن من مكة قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يسعى دوما لا إلى حرب ولا إلى قتال، بل ما جاء إلا إلى نشر الخير للعالم والسلام للعالم كله، لأن الله عز وجل بيّن ذلك في قرآنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس للمسلمين فقط وليس للعرب فقط، بل أنت رحمة لكل الخلق أجمعين، للإنس والجن وللطير ولغيرها من مخلوقات الله عز وجل. وهكذا الإسلام لم ينتشر بسيف ولم ينتشر بسلاح، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون معه يتشوفون إلى حرب وقتال، بل هم دائما داعون إلى السلام، داعون إلى الخير للعالم أجمع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، والسلام عليكم. حول يوم المرحمة، يوم فتح مكة في 20 من رمضان في 8 للهجرة، كان الحديث الذي استمعتم إليه من فضيلة الدكتور رمضان عفيفي
من شباب علماء وزارة الأوقاف. أما الآن فمع دوحة الدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ أحمد البشتيلي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا حسن لقاك. وقف النبي بباب مكة باسما، إني رسول الله جل وعلا. وقف النبي بباب مكة باسما، إني رسول الله، إني رسول الله جل والوعد كان على الكريم وفاؤه، والوعد كان على الكريم وفاؤه. إنا أجبنا للنبي دعاه، إنا فتحنا للنبي بلاده، إنا فتحنا للنبي بلاده فتحا مبينا، فتحا مبينا، فتحا مبينا ربنا أعطى. وكعادة الرحماء وكعادة الرحماء يغلب عفوه، وكعادة الرحماء يغلب عفوه. قال اذهبوا، قال اذهبوا، فالقلب ملء صفاه. يا أهل مكة قد أتاكم سيدي، يا أهل مكة قد أتاكم سيدي، فتمسكوا بكتابه وهداه. النبي صلوا عليه،
اللهم صل وسلم وبارك عليه.